ماس 2. الحالة الأولى اللي أعطاني إياها اللي هو في البارت A، تكون عندي البكرة مثبتة ومعلق فيها كتلتين M1 وM2. الحالة الثانية طبعا اللي راح دكتور هذا مش داخل معنا صح بالامتحان؟ تفضل. بقول هذا داخل معنا بالامتحان؟ هذا السؤال كان وديت لكم مادة الامتحان المطلوبة، اللي هو لحد الاكزامبل 2.7 اتوقع 2.7 ولحد هذا المثال، ارجع للمادة اللي وديت لك اياها على الواتساب، يعني انا مش متذكر انه الفيزياء اتوقع انه هذا المثال غير داخل، لانه احنا قلنا للاكزامبل 2.7 دكتور هذا المثال داخل 2.9 هذا هذا داخل في الامتحان صح صح هذا داخل داخل الآن فقط لغير ظل الحالة الثانية أوجدنا الأكسلريشن للـ M1 اللي هو الـ X1 دبل دوت والأكسلريشن للـ M2 اللي هو الـ X2 دبل دوت، وطبعا العلاقة بين الـ X1 دبل دوت والـ X2 دبل دوت متساويات في المقدار ومتعاكسات في الاتجاه، واحدة عكس الأخرى X1 دبل دوت تساوي لماينس X2 دبل دوت، فطلعت عندي الـ X1 دبل دوت الـ G في M1 ماينس M2 في M1 زائد أو على M1 زائد M2، ولي تساوي لي ماينس X2 إذا بدي أوجد X2 كمقدار راح يساوي لي G في M2 ماينس M1 على M1 بلس M2. التنشن أوجدناها من خلال تعويض اللي هو قيمة الـ X1 في المعادلة الأولى اللي أوجدناها بالنسبة لـ X1، لأن بدنا نوجد اللي هو الحالة الثانية، لما تكون عندي البكرة معلقة أو مثبتة في مصعد متحرك بتسارع مقداره ألفا، متحرك بتسارع مقداره ألفا. في الحالة الأولى لو بارت A كان عندي الريفرنس أوف فريم أو الفريم أوف ريفرنس، عفوا ريفرنس فريم أو الفريم أوف ريفرنس هو مركز البكرة، لكن الحالة الثانية ما بقدرش أعتبر مركز البكرة هو الريفرنس فريم، لأنه هنا مركز البكرة متسارع، والريفرنس فريم اتفق عليه إما بيكون ثابت أو بيكون متحرك بسرعة ثابتة حتى أعتبر النقطة هي عبارة عن ريفرنس فريم زي ما اتفق عليه سابقا في السكشن اللي هو 2.2. الآن راح أعتبر الريفرنس فريم اللي هو السقف المثبت في المصعد، بيكون له سلسلة تعمل على اللي هو حمله إلى الأعلى أو سحبه إلى الأعلى، وأيضا تثبيته عند النزول إلى الأسفل. الآن هذا السقف راح يكون هو عبارة عن reference frame بالنسبة للبكرة وبالنسبة أو العفو بالنسبة للكتل وبالنسبة للمصعد، الآن بالنسبة للمصعد راح تكون عندي اللي هو البوزيشن، للمصعد الاكس 1 برايم والاكس 2 برايم، وله موضع تثبيت البكره في المصعد. بالنسبه للكتل راح تكون عندي البوزيشن للكتله الاولى اللي هو الاكس 2 برايم واللي تساوي لي X1 برايم بلس X1، طبعا X1 اللي هي عبارة عن موضع
الكتلة الأولى بالنسبة لمركز البكرة، والإكس 2 وموضع الأم 2 بالنسبة للريفرنس الجديد هو إكس 2 دبل برايم، واللي يساوي الإكس 2 برايم بلس إكس 2 اللي هي موضع الأم 2 بالنسبة لمركز البكرة. إذا أصبح الآن عندي موضع جديد للأم 1 والأم 2 وهو بالنسبة للسقف، سقف المثبت في المصعد، السقف المثبت في المصعد. الآن بدي أكتب علاقة الـ X1 بالـ X1 دبل برايم بالـ X1، واللي هي الـ X1 دبل برايم تساوي X1 بلس بناء الـ X1 دبل برايم راح تساوي لي X1 برايم اللي هو موضع المصعد زائد الـ X1. ومنها الـ X1 دبل برايم دبل دوت راح تساوي لي X1 prime dot plus X1 dot، واللي هو الآن هذا التسارع الجديد اللي هو المجموعة كاملة البكرة مع أو الكتلة مع المصعد، الكتلة مع الكتلة واحد مع المصعد. الآن الكتلة اثنين مع المصعد راح يكون عندي X2 دبل دوت راح تساوي لي الـ X2 برايم أو الـ X2 دبل برايم تساوي لي X2 برايم بلس X2، وبالتالي X2 دبل برايم دبل دوت اللي هو تسارع المجموعة كاملة تساوي لي X2 برايم دوت بلس X2 دوت. الآن بنفس المعادلات أو بنفس صيغة المعادلات السابقة راح أكتب اللي هي معادلات اللي هو الحالة الثانية اللي بتقول لي إنه M1 X1 دبل برايم، M1 X1 دبل برايم راح تساوي لي اللي هو M1 M1 في G اللي هي هذه قوة الجاذبية الأسفل ماينس T، وهنا الام 2 الام 2 اكس 2 دبل برايم دبل دوت تساوي الام 2 جي ماينس تي ماينس تي اللي هي التنشيط. بالتالي راح تكون عندي المعادلات بالشكل التالي حتى يكون احنا عندنا مجال ان نكتب. عندي الام 1 اكس 1 دبل برايم دبل دوت تساوي لي الام 1 جي ماينس تي بنفس صيغة هذه المعادلات، لكن بدل اكس 1 عندي اكس 1 دبل برايم، وبدل اكس 2 راح يكون عندي اكس 2 دبل برايم. اذا والمعادلة الثانية او هذه المعادلة راح تصبح عندي ام 1 في X1 prime double dot plus M1 X1 dot equal to M1 G minus T. إذا نقلنا هذا المقدار هذا المقدار اللي نقلناه للجهة الأخرى راح تصبح عندي الـ M1 X1 dot equal to M G M1 G minus M1 X1 dot X1 prime dot minus
تي. هذه المعادلة رقم واحد، هذه المعادلة رقم واحد. لأن بالنسبة للكتلة الثانية راح تكون المعادلة بالشكل التالي، اللي هي الام ام 2 اكس 2 دبل برايم دبل دوت ايكوال تو ام 2 جي ماينس تي، ومنها ام 2 اكس 2 برايم دوت بلس ام 2 اكس 2 دبل دوت، فهنا دبل دوت دبل دوت هون دبل دوت وهون دبل دوت equal to m to g minus t. إذا نقلنا هذه للجهة الأخرى هتصبح عندي m to x to double prime equal to m to g minus m x2 prime double dot minus t، وهذه المعادلة رقم 2. لأن في المعادلة رقم 1 ومعادلة رقم 2 x1 double dot prime والx2 double dot prime هي بتمثل لي تسارع المصعد سواء للأعلى أو للأسفل، وطبعا هنا هو معطيني اللي هو المصعد تسارع ل مش محدد هو للأسفل أو للأعلى، ولكن معطيني تسارع ثابت اللي هو الألفا، تسارع ثابت اللي هو الألفا. وتسارع المصعد بالأصل راح نفترض إنه للأسفل، فبالتالي راح يكون تسارع المصعد اللي هو الـ x1 برايم والـ x2 برايم يساوي لي قيمة ثابتة اللي هي الألفا، وبالتالي راح أعوض بدل الـ x1 دبل x1 برايم دبل دوت و x2 برايم دبل دوت بالألفا. إذا بدل هذا المقدار راح يكون عندي ألفا، وأيضا بدل الـ x1 برايم دبل دوت راح يكون عندي ألفا. إذا هنا راح تكون عندي ألفا في ألف، هذه 2 وهذه ألف. إذا جمعنا المعادلتين، أو أيضا عندي الإكس، علاقة الإكس 2 دبل برايم بالإكس 1، قلنا الإكس 2 دبل برايم راح تساوي لي أو بتساوي لي بالأصل ماينس إكس 1 دبل برايم، وبالتالي بدل الإكس 2 دبل برايم بإمكاني أن أعوض الإكس ماينس الإكس 1 دبل برايم، فتصبح هذه المعادلة بالشكل التالي اللي هي ماينس ام 2 اكس 1 دبل برايم، لأن أصبح المعادلتين 1 و 2 بهذا الشكل. إذا جمعنا المعادلتين أو العفو طرحنا المعادلتين، المعادلة رقم 1 ناقص المعادلة رقم 2 راح ينتج عندي الناتج الثاني التالي، 1 ناقص 2 راح ينتج عندي اللي هو الام 1 بلس الام 2 في الاكس 1 دبل برايم راح تساوي الان الطرف الثاني راح تختفي او تلغى اللي هو التي، لانه ماينس تي اللي هو ماينس الماينس تي بتعطيني عندي زيرو، وبالتالي راح يظل عندي اللي هو الام 1 بلس الام 2 في جي ماينس الام 1 بلس الام 2 في الفا، او بقدر اطلع الام 1 هون كعامل مشترك فيطلع عندي الجي ماينس الفا في ام 1 ماينس ام 2 والجي ماينس او الام 1 عفوا في جي ماينس الفا وهذا الام 2 في جي ماينس الفا، فبتطلع عندي الجي ماينس الفا في ام 1 ماينس ام 2.
إذا قسمنا الطرفين على M1 plus M2 راح تطلع عندي اللي هو الـ X1 دبل دوت واللي تساوي لنا الـ G ماينس الألفا في الـ M1 ماينس الـ M2 على M1 plus الـ M2. وإذا قارنا ما بينها وما بين اللي هو الـ X1 دبل دوت في الحالة الأولى لما كانت البكرة ثابتة غير متحركة أو مركز البكرة ثابت غير متحرك، كانت عندي طبعا هذه ألفا، كانت عندي القيمة الـ X دبل دوت اللي هي هذه القيمة G في M1 ماينس M2 على M1 بلس M2، فطلعت عندي تقريبا اللي هو نفس القيمة لكن عندي الجي نقصت بمقدار ألفا، يعني فقط لا غير تسارع الجاذبية نقص بمقدار تسارع المصعد، نقص بمقدار تسارع المصعد وضربناه بنفس المعامل اللي هو الام 1 ماينس ام 2 على ام 1 بلس ام 2، إذا الأثر على الحركة هو فقط لا غير تسارع المصعد، وبالتالي لما ينزل المصعد للأسفل راح ينقص أو راح ينقص تسارع الجسم بمقدار حاصل الضرب اللي هو تسارع المصعد في هذا المقدار، حاصل الضرب تسارع المصعد في هذا المقدار، أو نقول راح ينقص تسارع الجاذبية في مقدار تسارع المصعد. التنشن راح أوجده من المعادلة رقم 1 بحيث إنه التنشن راح تساوي لي الام1 التنشن راح تساوي لي الام1 في جي ماينس ام2 في ام1 في الفا ماينس ام1 في اكس 1 دبل دوت، فراح تطلع عندي تي راح تساوي لي الام1 في جي ماينس ام1 في الفا ماينس الام 1 في اكس دبل دوت، الام 1 في اكس دبل دوت اللي هي الام 1 في هذا المقدار في جي ماينس الالفا في ام 1 ماينس ام 2 على ام 1 بلس ام 2. طبعا هذه قلنا هي عباره عن ام 1 في جي ماينس الفا، فبالتالي راح اكتبها بصيغه الجي ماينس الفا حتى اطلعها كعامل مشترك، يكون عندي ام 1 في جي ماينس الفا. لان الجي ماينس الفا او الام 1 في جي ماينس الفا هي عامل مشترك بين الحدين، فراح اطلعهن كعامل مشترك، يطلع عندي تساوي M1 في G ماينس ألفا في 1 ماينس M1 ماينس M2 على M1 بلس M2. واحد ناقص هذا المقدار راح يعطيني M2 على أو 2 M2 على M1 بلس M2. 2M2 لما أضربها في M1 راح تطلع عندي 2M1 M2 مضروبة في G ماينس ألفا، إذا الـ T في النهاية راح تطلع عندي الـ G ماينس ألفا في 2M1 M2 على M1 بلس M2، وهي نفس التنشين في الحالة السابقة أيضا بنقصان تسارع الجاذبية بمقدار ألفا. هنا T كانت 2M1 M2 في G، هنا كان عندي 2M1 M2 في G ماينس ألفا، إذا وكأنما تسارع الجاذبية نقص بمقدار الألفا، نقص بمقدار الألفا. انتقل الآن للكونزرفيشن ثيوري. الكونزرفيشن ثيوريمز عندي 3 كونزرفيشن اوف
أو three theorems of conservation، عندي ثلاث نظريات للحفظ، وراح نبدأها أولاً في linear momentum، conservation of linear momentum. طبعاً علاقة linear momentum أخذناها في بالقوة اللي هي ندرسها في الشابتر في النيوتنيان ميكانيك، أخذناها في المعادلة 2.2 اللي بتقول لي انه ال F بيساوي لي D B to D T equal to D to D T لل M في ال V، وتساوي ل M في V دوت، وتساوي ل M في L اللي هو قانون نيوتن الثاني. اذا الاف تساوي لمشتقه اللينير مومنتم بالنسبه للزمن. اذا اشتقينا اللينير مومنتم بالنسبه للزمن راح تعطيني قيمه الاف، قيمه الاف. لذلك احنا حتى يكون عندي قوه لازم يكون عندي لينير مومنتم متغير بالنسبه للزمن. اذا كان ثابت بالنسبه للزمن راح يكون عندي قيمه الاف تساوي لي صفر، والعكس إذا كانت القوة، إذا كانت مجموع القوة المؤثرة على الجسم تساوي لي صفر، وكلمة مجموع القوة أو النت فورس، كلمة النت مهمة جدا، لأنه إحنا بنتحدث عن قانون نيوتن الثاني، وقانون نيوتن الثاني بيقول لي إنه the resultant force equal to M في A اللي هو محصلة القوة تساوي لي في M في A. فإذا كانت محصلة القوة المؤثرة على الجسم تساوي لي صفر، هذا بيعني لي انه ال دي بي تو دي تي اللي هو مشتقة ال linear momentum بالنسبة للزمن تساوي لي صفر، ومنها مستنتج انه ال بي تساوي لي قيمة ثابتة، ال بي تساوي لي قيمة ثابتة، وهذه أول نظرية لحفظ الكميات الفيزيائية اللي بتقول لي the total linear momentum be of a particle is conserved when the total force on it is zero. When the total force on it is zero. واحنا اخذنا حالتين سابقا في physics 101، القوة تساوي فيها صفر، اللي هي الحالة انه يكون الجسم ثابت لا يتحرك، وبالتالي ال v تساوي لصفر، ومنها راح تكون عندي الاكسلريشن او الفي دوت تساوي لي صفر، ومنها الاف راح او مجموع القوى راح تساوي لي صفر. الحاله الثانيه انه يكون عندي الجسم متحرك بسرعه ثابته، الفي تساوي لي كونستنت، وهذه سميناها اليونيفورم موشن اللي هي الحركه المنتظمه. وفي هذه الحاله راح تكون عندي مشتقة السرعة تساوي لصفر، وأيضا المجموع القوى، مجموع القوى راح تساوي صفر، وفي هاتين الحالتين راح يكون عندي ال B equal to constant، وهذه اللي بنسميها ال conservation of linear momentum. إذا the total linear momentum of a particle is conserved when the total force on it equal to zero. الآن إذا كانت عندي ال F equal to zero راح يكون عندي F dot S equal to zero، مع افتراض إنه ال S هي عبارة عن constant vector. constant vector، وهنا لما أضرب ال F في ال S راح تطلع عندي مركبة جديدة عبارة عن سكيلر، وإذا كانت عندي هذه المركبة تساوي لي صفر، أو حاصل الضرب ما بين تو فيكتور يساوي لي صفر، أي أن الأف عمودي على الأس، إذا كان الأف عمودي على الأس راح تكون عندي حاصل الدوت برودكت ما بين هذين المتجهين يساوي لي صفر. مع افتراض ايضا انه الاس ايضا لا يعتمد على الزمن، وبالتالي راح يكون عندي دي تو دي تي لاف دوت الاس ايكوال تو زيرو. بالمقابل البي دوت اللي هي مشتقه البي بالنسبه للزمن
إذا ضربناها ضرب نقطي أو ضرب قياسي بالأس نفس المتجه الكونستانت فيكتور راح تعطيني اللي هو الأف ضد الأس راح تعطيني صفر. ومن هذه النتيجة بنستنتج إنه البي ضد الأس إيكوال تو كونستانت، البي ضد الأس إيكوال تو كونستانت، وهذا بيشير لي إلى الكومبوننت أوف لينير مومنتم. الكومبوننت أوف لينير مومنتم إن دايركشن إن ويتش ذا فورس فانشز إز كونستانت إن تايم. المركبات الزخم الخطي باتجاه انعدام القوة، مركبات الزخم الخطي باتجاه انعدام القوة دائما بتكون عندي ثابتة، دائما بتكون عندي ثابتة. إذا أي اتجاه تنعدم فيه القوة أو محصل القوة على هذا الاتجاه تساوي صفر راح يكون عندي اللينير مومنتم ايضا يساوي لي صفر بهذا الاتجاه. نفرض انه باتجاه الاكس كانت عندي مجموعه اف الاكس تساوي لي صفر، بالمقابل راح تكون عندي البي الاكس ايكوال تو كونستانت اللي هو اللينير مومنتم ات اكس اكسس ايكوال تو كونستانت، وهذا ايضا بيحفظ لي اللي هو الزخم الخطي باتجاه المركبات اذا كان الزخم الخطي محفوظ فان مركباته ايضا راح تكون عندي محفوظ ايضا. النظريه الثانيه تتعلق في الانجولار مومنتم، والانجولار مومنتم هو متعلق في الحركه الدورانيه. الحركه الدورانيه الان لما ننتقل من الحركه الخطيه الى الحركه الدورانية الآن راح يصير في ربط ما بين الحركة الخطية والحركة الدورانية أخذناها سابقا. الآن الأنجولار مومنتم اللي هو الزخم الزاوي يساوي بالعلاقة مع الحركة الخطية يساوي لي الار كروس بي، الار كروس بي اللي هو الار بتمثل لي اللي البوزيشن فيكتور from the origin to the point where the force is applied اللي هو المسافة ما بين مركز الحركة ونقطة تأثير القوة، مركز الحركة ونقطة تأثير القوة. والمثال اللي كنا نأخذه اللي هو الدوران، هذا المفتاح مشهور، إذا كنا نفك أي برغي أو أي شيء تكون عندي مركز الحركة، هذه مركز، وإذا ضغطنا اللي هو على هذه النقطة بهذا الاتجاه راح تكون عندي مركز الحركة لهذه النقطة والـ applied point اللي هي نقطة التأثير القوة لهذه النقطة، وبالتالي الـ R راح تمثل لي المسافة من هذه النقطة أو من مركز الحركة إلى نقطة تأثير القوة، هذه بتمثل الـ R. الـ P اللي هي linear momentum، وبالتالي هون ربطنا بين angular momentum واللينير مومنتم وأنها اشتقاق أخذته في الفيزيكس 101. الآن في كمية ثانية أيضا اللي هي بنسميها التورك، والتورك اللي هي بتتعلق في اللينير ترانزيشن اللي هو في الحركة الانتقالية الخطية، حركة الانتقالية الخطية أو ترانزيشن موشن أو اللينير موشن. والتورك أو المومنت أو فورس نرمز لها بالرمز N، وسابقا كنا نرمزها بالرمز تاو أيا أهم شيء القيمة، اللي تساوي R كروس F. R كروس F التورك الآن اللي هو عزم الدوران، عزم الدوران أو المومنت أوف فورس اللي هو عزم القوة، العزم القوة عفوا مش عزم الدوران اللي هو عزم القوة. التورك راح يساوي لي الـ R كروس F، الـ R كروس F اللي هو بعد القوة أو نقطة تأثير القوة عن مركز دوران الجسم مضروب
مضروب في ضرب متجهي في الاف اللي هي مقدار القوه المؤثره. الان الاف احنا اخذناها سابقا تساوي الام في الفي دوت، ام في الفي دوت. فاذا عوضنا بدل الاف ام في في دوت راح تصبح عندي ار كروس ام في في دوت، ار كروس ام في في دوت. فالام في في دوت بالاصل هي البي دوت، البي دوت، فراح تعطيني الان ار في كروس بي دوت، ار كروس بي دوت. اذا اصبحت عندي علاقتين اللي هي ال ايكوال ار كروس بي اللي هو linear momentum الكمية العادية، والان اللي هي التورك راح تساوي ار كروس بي دوت، ار كروس بي دوت. نكمل في المحاضرة القادمة لأنه انتهت محاضرتنا هذا اليوم. حدث عند أي استفسار بالنسبة للامتحان، بالنسبة لأي شيء.